صباح الخير، حلقة جديدة من كريزي يومن. النهاردة أنا غلبانة ومسكينة ومنكسرة، مش هستفز حد، مش هعمل حاجة شريرة خالص، عشان أنا أخويا بيضحك عليا وبيستغلني وهيمضيني على كليتي. فخلينا نشوف، أنا ما عادش حاجة النهاردة، مش هعمل حاجة النهاردة لحد، أنا غلبانة النهاردة. خلينا نشوف إيه اللي هيحصل. الله يعزك يا بيه، الله يعزك يا بيه. طب مؤاخذة بس اسمك ايه علشان انا بس ما بعرفش استقرا؟ معلش. حازم. حازم؟ حلو اسمها، حلو. صلى على النبي. حازم ده يعني متربي مصروف عليه. يلا بقى ولا ايه؟ بدوس يا بيه، نبدا الرحله يا بيه. هو في ايه؟ ممكن تدوس لي؟ ابدا. ابدا ايه؟ ابدا دوس. ابدا. هو انت اول مره تشتغلي ولا ايه؟ العلم نور. لا بأمانة والله العلم نور. هو التناكه دي سلو عيلتكم؟ ايه التناكه دي؟ يعني مش فاهم. التناكه سلو عيلتكم؟ اصل احنا الوطيانه سلو عيلتنا. ايوه انا مالي يعني بالموضوع ده؟ انا حاسه ان تنك عليا، فانا حاسه الموضوع جينات وتوارث. لا مش حاجه ولا جينات ولا اي حاجه. والله؟ اه والله. انا حاسه جينات يعني. لا مش اي حاجه. ممكن بقى اركز في السؤال؟ انت قرفان مني ليه يا بيه؟ مش قرفان والله، بس لا بامانه. هو لازم احكي لك يعني؟ انا كان لازم احط مكياج اكتر من كده، بس انا كل فلوسي اخويا مضيعها، لا عارفه اجيب مكياج ولا عارفه اجيب لبس ولا عارفه اروح الكلاسات بتاعه الزومبا بتاعه الناس اللي بشوفها على. طيب انا مالي بكل ده؟ انا نفسي اروح اخد كلاس مع الاستاذه دينا الرقاصه، ومش عارفه دينا الرقاصه. اه والله نفسي هموت، نفسي اروح احضر لها كلاس اتفرج عليها، مش اتعلم، انا ماليش علاقه. طب معلش كملي بقى في السواقه بقى، عشان انا معايا مشوار ولازم اخلصه. استاذ حازم حضرتك قرفان مني، انا بشتكي لك همي، بقول لك اخويا مقلبني اول باول كده شافتني. طب انا مالي، انا ذنبي ايه بالموضوع ده؟ اهو لو كنا جبنا سيره مليون جنيه ما كانتش جت حضرتك كده. الو اختي، دي لحم كتافنا من غيرها. اخويا اللي شافت لحم كتافي وحطه في كتافه. اختي عامله ايه يا اختي؟ كويسه، طول ما انت بعيد عني انا كويسه. طب انت فين يا اختي؟ انا عايز اتفق مع حضرتك. عايزك الكفن، انا مش عايزه منك حاجه، ولا عايزه حلو ولا عايزه اربط. طب اسمعي مني بس يا بنت، ما تشدي عليا. لا اله الا الله. ايوه بقى قدام فرده الكوش عشان نعدي عليك بيها. سلام 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 سلام. شافتني يا بيه؟ اخوك ده مقلبني، انا اللي بشتغل وهو قاعد. انت متخيل يا بيه؟ مش عارفه اجيب مكياج. طب مو اخويا. ايه ده اخويا؟ صباح الفل يا اختي. صباح الفل يا زميلي. صباح القرف. عامله ايه يا اختي؟ صباح الفل يا زميلي. مين ده؟ زبون؟ اه ايوه بقى. وحاسب بقى علشان ما يديناش نجمه واحده. ليه؟ لا يا اختي، لا ازاي، على الله بس ادينا نجمه واحده وانا اغرق له وشه بميه نار. ايه يا حبيبي؟ لا ده انا بس بهزر بس، معلش يا صاحبي. لا ما تهزرش. انا اسف يا صاحبي. صباح الجمال، اسمك كريم ايه؟ مالكش دعوه. حازم. 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 بسيولي بسيولي، والله الصف يا جامد يا موت. سلم يا صاحبي، سلم. أخوي. سلم. صباح الفل عليك، مع الصباحه هايله. هو في حاجه فيكم انتوا الاثنين ولا ايه في دماغكم؟ مش حاجه خلاص. انا طب انا بتضمني ليه بقى في جمله واحده يا بيه؟ هو انت ركبتيه معانا ليه؟ انا مش فاهم برضه. يابا مصلحه وهننسى. يعني ايه اللي هجم علينا يعني؟ بدل ما تدافع عني. مصلحه يابا وهننسى. مصلحه صغيره. مصلحتي يا حبيبي. خمس دقايق وهننسى. ايوه اؤمر. بص يا اختي، عشان من الاخر كده المصلحه دي مش هتخلص لما نبيع العربيه. انا مش هبيع عربيات، ده اكل عيش. ثواني بس لما نتكلم مع بعض ما تتدخلش. تتكلم ايه؟ انا عايز اروح مشواري. لو سمحت لما نتكلم خليك بس قدام. بص انا اكل عيشي مش هبيع. فاطمه انا بقول لك يا فاطمه، انا عايز اتجوز. فاطمه انا مش هحل البيت يا فاطمه. حتتك عقربه يا جماعه، انا عندي صداع. ثواني يا بيه، يا بيه ما تخشش وسطينا، ما تضيعناش البن اللي حافظه. بعد ما انزل بقى اتكلموا في اللي انتوا عايزينه. حازم ما تتدخلش دلوقتي. حازم ايه؟ هو انا صاحبكم؟ ريح حازم بعد اذنك. طب يرضيك يابا، انا كاتب على البيت ولسه مش عارف اخش عليها. عامل بيت ايه وكاتب؟ انا مالي انا ما تتحرقوا بجد يا فاطمه. انت اللي قايله لي عليها يا فاطمه. قلت لك لا يا فاطمه من ثواني بس، قلت لك من الاول يا فاطمه وقلت لي لا برضه. انا غلطانه، انا اسفه. خلاص يا اختي، خلاص يا اختي، انا عارف ان انت مش هتساعديني. خد يا اختي مدلنا بس على ايه، على وصل، على اسمه ايه ده، على عقد الصيانه ده. صيانه؟ ايوه يا اختي. معيش فلوس اصيب. انا يا اختي اللي هصيب بجد والنبي. عيب عليك. الله يسترك. بس ابسوا منا. بصوا قدامك بالله عليك. ولا يا عم انت بتعمل ايه؟ مش هنا، مش هنا، ما ينفعش. ثواني يا استاذ. ما ينفعش. هتبصوا ثواني. تبصوا ايه هنا؟
استاذ حازم. شو يا حبيبي استنى لما نقف. كنت بص قدامك عشان استنى لما نقف. لا بقول لك كده بس انا بفضل حتى اشوف. ايه ده؟ لا عليك يا بطل. ايه ده؟ ما تعرفوش. لا 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 اختي. ايه ده؟ انتوا جايين ولا ايه؟ اهدى اهدى. خد يا بطل. اهدى ايه يا عم؟ نزليني بقى على جنب هنا. نزليني على جنب. ثواني يا بطل. نزليني على جنب. انتوا بتعملوا ايه؟ صلي على النبي يا اخويا. صلي على النبي. صلي على النبي. هيديك ايه؟ انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ صلي على النبي. هات الورق هات الورق. صلي على النبي. صلي على النبي. سلام. دقيقة واحدة يابا. انا مش همضي انا بعرفش اكل يا جماعة. انتوا مجانين يابا. دقيقة واحدة وهنزل. انتوا مجانين بجد. هتبصوا على ام العد وهنزل. مش عايزين رد عشان الدماغ ما تطلعش عليه. ماشي صوتك. خدي يابا. خدي ايه؟ انتوا الحدادة بتاعتكم يا ابني. يا ابني ثواني يا ابني خلاص المصلحة. انت مطلع علينا بينك الاثنين ليه؟ بقول لك ايوه انا عايز اروح مشوار يا جدع. المصلحة هتطير. انت مطاطة ولا ايدك ما تمدش. انا ما مدتش ايدي لسه. انا بقول لك المصلحه دي. لسه اه يا تعالى انزل لي. طب ثواني انزل لك بس ثواني بس تمضي بس عشان خاطر يا اخويا. لحظه تمضي ايه؟ ثواني يا استاذ حازم. ثواني يا حازم. حازم ابصم يا انت بتعمل ايه يا حازم؟ ثواني يا حازم. ثواني بس بص قدامك انت اللي بص قدامك. طب ثواني بس بعد اذنك يا حازم. بص هنا بقول لك يا اخويا. يلا يا اختي برافو عليك. الله يكرمك الله يكرمك. ما تقطعش الارزاق حبيبتي. حبيبتي اختي ايه ده؟ مين اللي هعمله؟ اهدى بس عليا. اهدى انا هملا يا اختي البيانات. طب استنى انزل اجيب حاجه. ما فيش قوه الا بالله. طب والنبي يا اخويا ببلع ريقك اللي انت طفحه علينا ده. انا سجارتين فرط يا اختي معاكي. كشك ايه؟ سجارتين ايه يا حبيبي؟ انا ورايا شغل يا جماعه. سجارتين انا ورايا شغل يا جماعه. بتعملي ايه؟ سجارتين فرط. ها ما تاخريش. ها انت جاي انت ما بتفهمش. انت ما بتفهمش. ما تفهم وربط معاك. انت بتتكلم معايا كده ليه؟ افهم يا اخي. انا عايزين نبيع ام العربيه. عايزين عربي. انا مالي بالعربيه ومشاكلكم. انا مالي انت عمال اخبيصك. انت ما بتفهمش مين يا انت دماغك دي متركبه ازاي؟ ولا اهو جه عم حندقون. عامل ايه يا اخويا؟ اخبارك ايه؟ احلى مسا عليك. عملت ايه؟ عقدي خلص يابا الحمد لله. وريني بس هامله بس يا بصمت اهي. اه راحت فين بس هنا؟ بس الجدع ده رغاي قوي. طب بس انا اخويا مش هاخد العقد كده. انت مين يا؟ ثواني يا حبيبي. ده عم حندقون. اسكت اخويا. انا مش هاخد العقد كده. ليه يابا؟ عاوز شاهد يابا. اهو الشاهد اهو. طب اشهد يابا على عم حازم. اشهد. قول والله العظيم. قول اشهد بس على العقد. قول والله العظيم. قول الحق. ده انت ايه؟ تعرفوني؟ انت مش نازل رايح مشوار يا عم. مصلحه ايه؟ ب 200 جنيه. مصلحه ايه؟ لا طب اهدى. ده انت رطاط قوي. عمال ترد يا ابني. ده ب 200 جنيه هنا. اهدى بقى. اشهد عليها. هتاخد لك 200 جنيه وانت قاعد بدل ما انا ال 200 جنيه ده بيعهم الحين وانا راكب هنا. هتاعهم لك انا يا اسطى. عرقك هتاخدهم دي. مين ده؟ قبل ايه؟ بتتكلم ايه؟ هقول لك حاجه. هقول لك حاجه يا اخويا. هقول لك حاجه بس امضي بس. وانا هقول لك يا عم امضي. ايه فين؟ انت يا ست تعالى شوفي. خلينا نمشي يا بط. خد يا انت يا جدع. خلينا نقضي. لو ما انت لو ما مضيتش دلوقتي هبكك بكه. هجيبك على الارض. تبك مين يا عم؟ اسمع بقول لك علينا. لا فوق غبي. لا فوق. امضي ونخلص. وديك 300 جنيه. خلاص بس هو يا عم. انت هو بالامضي. معلش اسمعني. انت دلوقتي راحت فين دي؟ شاهد مالك. انت شاهد مالك. انت شاهد مالك. وهي شاهد مالك يا عم. انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ عرفتوا بس يا عم. انت بص يا حندقون. سيبك منه. رحت فين؟ بص ما لقيتش سجاير. ممكن بعد اذنك تتفضل. طب بقول لك ايه؟ بقول مين ده؟ ده حندقون. حندقون يا اخي. مين دول؟ ده بتاع السيارة. ممكن تتفضل بعد اذنك. خلينا نوصل. حقك اهو. ابلع ريقك. مين دول؟ ابلع ريقك يا مان. ابلع ريقك. ابلع ريقك يعني تعمل كده. ابلع ريقك يا اسطى. ابلع ريقك. ده حندقون يا بطة. ايه الحندقون ده؟ انا مهندس الصيانة. يا بطة هو مهندس. ولا انت مش جاي معايا سكة. الورقة دي فيها ايه؟ هات كده. ثواني يا بطة. هات هات. يا بطة ما تقفشش عليا. انا مهندس الصيانة. اللي بصين. خلاص يا حندقون ما تكلمش اختي ولا ايه؟ ماشي. خلاص يا بط. لا يا بطه. خلاص يا بط. ممكن تطلعي يا جماعه. انا مالي بمشاكلكم. انا شفتك عند اسم حندقون. خلاص يا بط. انا شفته عند اسم. خلاص يا بط. خد السقرا لي. ايه ده؟ ايه اللي استقراه لك؟ ايه ده؟ قول لي ايه ده؟ يا جماعه انا عايز امشي. قول لي ايه ده عشان افهم. ايه ده؟ على الله تقراه. لو قريته هزعلك. ايه ده؟ اقرا لي. ايه ده؟ اقرا لي. ايه ده؟ انت عشان بتذلني عشان ما اعرفش اقرا منك لله. انت هتذلني؟ ده عقد الصيانه. ممكن نطلع بعد اذنك. طب اقرا لي. ايه ده يا اسطى؟ ده عقد الصيانه يا عم. اقرا لي. ايه ده؟ لو قريتها بوكك عاجبني يا عربي. ايه؟ لا يا بطه ما تفهميش غلط. ده ما بيعرفش يقرا يا بطه. ما بيعرفش يقرا يا اختي. خد يا حندقون يقرا. اقرا يا حندقون. بص يا اختي دي امضيته. هو شاهد على العقد. امضيت مين؟ امضيت مين؟ ما هو شاهد يا اختي. بص ثواني يا بطه. ايه ده؟ يا بطه بص يا بطه. مديني ايه يا بطه؟ بتذاكر في المخدرات يا بطه. ايه ده؟ يا بطه ادي لي اياه. خلاص ايه ده؟ اوعى يا لطا. اوعى يا لطا. اوعى يا لطا. اهو يا خلاص ايه ده؟ والله انت بتعمل ايه؟ انت داود. انت مضيت داود. اجري يلا. بص ايه ده؟ تعالى خد بالك يا عم. خد تعالى.
تتوسعوا يا جماعه. دي عجوه عادي. دي عجوه. مين حندقول ده؟ مش فاهم عمال يقول حندقول وفزنقول مين دول؟ ما انا مش فاهم. ما اكيد ما انا مش فاهم. انا عمال اقول لك بكه بص انت. بص انت. خد خد الحشيش ده مش بتاعنا. حشيش ايه؟ بص هنا بص هنا. مش كده ولازم تقول لي. ركز معانا. مش زعلان منك يا فطومه. مش زعلان منك يا فطومه. خالص. خالص. ما تستنكش عليا انت هسأله عليك التناكه يا بنا فاهمه. لو زعلت هبكك بكه. اه؟ دي البكه بتاعت حمزه. مش فيه. ماشي نزيع؟ لا مش حساها. نزيع.